صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل يعطي مالا لبعض أبنائه وبعضهم لا يعطيه مالا مثل ما يعطي الآخرين، فهل هذا بفعله يكون عادلا بين أبنائه؟ هذا فيه تفصيل. إن كان يعطيهم لفقرهم ما يسد فقرهم وحاجتهم فلا بأس، أما إن كان يعطيهم وهم أغنياء ليسوا محتاجين فلا بد أن يعطي الآخرين مثلهم، قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال: لا تشهدني على جور، إني لا أشهد على جور. فإعطاء بعضهم دون بعض لغير مبرر من الفقر والحاجة هذا يعتبر من الجور.